مهاجر إفريقي من مصابي الزلزال بمراكش، فرحت بلقاء الملك محمد السادس. لقد وسان وتفقد أحوالنا. بعد إغلاق القنوات الرسمية في وجهه، ماكرون يثير السخرية بخطاب موجه للمغاربة. الصين تفاجئ العالم بما أرسلت للمغرب بسبب الزلزال. شيشاوا، مؤسسة محمد الخامس للتضامن، تنصب الخيام لمتضررين من الزلزال. مهاجر إفريقي من مصابي الزلزال بمراكش، فرحت بلقاء الملك محمد السادس. لقد وسان وتفقد أحوالنا. عبر مهاجر حذر من إفريقيا جنوب الصحراء عن سروره بالزيارة الملكية التي خاص بها عاهل البلاد المغربية، جرحى ومصابي زلزال مراكش وضواحيها بالمستشفى الجامعي محمد السادس. وقال الشخص الذي تحدث للقناة الأولى أنه نقل للمستشفى الجامعي محمد السادس بعدما أصيب في الزلزال داخل منزله، حيث تم التكفل به والعناية به قبل أن يحظى بلقاء الملك محمد السادس خلال الزيارة التي قام بها الملك اليوم للمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش. بعد إغلاق القنوات الرسمية في وجهه، ماكرون يثير السخرية بخطاب موجه للمغاربة. أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سخرية عارمة عقب بث لما سماه خطاب موجه للمغاربة على إثر الزلزال الذي شهدته مناطق مختلفة. الكلمة التي وجهها الرئيس الفرنسي مساء اليوم الثلاثاء في الوقت الذي كان فيه المغاربة منشغلون بمتابعة المشاهد الإنسانية الجميلة من ملك البلاد بعين المكان، وهو يحضن ويقبل المصابين ويتفقد أحوال الجرحى. ذات الكلمة التي قال ماكرون أنه يوجهها للمغاربة أثارت سخرية المغرب على شبكات التواصل الاجتماعي بعدما تم تناقل خبرها دون أن يعلم بها أحد، حيث كان المغرب يتابعون مباراة منتخبهم الوطنية في جو تضامنية في ليلة اجتمع فيها الحس الإنساني للملك محمد السادس مع شعبه، وتضامن الفريق الوطني الأول والجماهير المغربية مع ضحايا الزلزال. كما كشفت هذه الكلمة الغريبة عن إغلاق الأبواب الرسمية في وجه الرئيس الفرنسي ليقفز كما عادته بتوجيه كلمة للشعب دولة أخرى بوقاحة. ما عبر عنه ماكرون سبق إليه الإعلام الفرنسي الذي استشاط غضبا من غياب فرنسا عن قائمة الدول التي تم قبول طلبات المساعدة المقدمة للمملكة المغربية في الوقت الذي تم فيه قبول طلبات مساعدة من إسبانيا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر. واعتبر الباحث المغربي عادل بن حمزة أن كلمة ماكرون التي قال أنه وجهها للشعب المغربي تستدعي ملاحظات، أولها معناه أن جميع القنوات الرسمية أغلقت بين باريس والرباط. ثانيا، ليس مقبولا من رئيس دولة أجنبية توجيه خطاب للشعب دولة أخرى. ثالثا، البولميك الذي تحدث عنه ماكرون بخصوص سعر الإعلام الفرنسي هو نتيجة طبيعية لأداء الرئيس ماكرون وحكومته. رابعا، المغرب يعيش لحظة حزن وطنية وليس له ما يكفي من الوقت الحديث في قضايا تمثل شرخا كبيرا في العلاقات الثنائية بين البلدين. خامسا، المغرب كان دائما واضحا وصريحا ومباشرا في علاقته مع حلفائه، ومن يفترض أنهم أصدقاؤه هو باريس تعرف جيدا الباب الذي يجب أن تقصده لمعالجة الوضع الحالي. الصين تفاجئ العالم بما أرسلت للمغرب بسبب الزلزال. أعلنت سفارة الصين في المغرب عن إرسال شركة تصنيع الصينية ساني 7 جرافات إلى المناطق التي تعرضت لأضرار جسيمة جراء الزلزال بهدف فتح الطرق المغلقة بسبب سقوط الصخور. وذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن جمعية الصليب الأحمر الصينية تقدم تبرعا بقيمة 200 ألف دولار للهلال الأحمر المغربية بهدف دعم الجهود الإنسانية العاجلة. وأفادت صحيفة ساينا ديلي بأن الصليب الأحمر الصيني أشار إلى أن هذه التبرعات تستخدم لمساعدة المغرب في تنفيذ أعمال الإنقاذ والإغاثة في أعقاب الزلزال. ميلونشون على قناة فرنسية: المغرب بلد ذو سيادة والملك محمد السادس يدرك جيدا ما يفعل. قال لوك ميلونشون زعيم اليسار الفرنسي ورئيس حركة فرنسا الأبية أن العالم تابع بدهشة كبيرة هبة المغاربة من جميع أنحاء المملكة المغربية لمساعدة إخوانهم في المناطق المتضررة من الزلزال. وأضاف ميلونشون الذي ولد بالمغرب في برنامج على القناة الفرنسية الثانية أنه وقف شخصيا على تلبية عدد من أصدقائه في مدن مغربية مثل وجدة
وطنجة والرباطة لنداء إغاثة ضحايا زلزال الحوزة. ميلونشو استحضر مأساة زلزال أكادير سنة 1960 والتي عاشها رفقة أسرته، قائلا أن المغاربة متمسكون بقيم التضامن والمساعدة في المآسي، وهو ما شاهدناه في زلزال الحوزة. ميلونشو أكد كذلك أن المغرب شعب ذو سيادة وقوي، والملك محمد السادس يدرك جيدا ماذا يفعل، والبلد به نساء ورجال ذو مؤهلات وخبرة، وقبل المساعدات المقدمة لهم وفق الأولويات، مضيفا أن المملكة المغربية ستطلب دعم من فرنسا عندما يحين الوقت. شيشاوا، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تنصب الخيام للمتضررين من الزلزال. في إطار جهودها الموصولة لمواكبة ودعم المتضررين من زلزال الحوزة، أشرفت مؤسسة محمد الخامس للتضامن يوم الثلاثاء بدوار تغناري جامعة أداسي لإقليم شيشاوا على عملية نصب خيام لفائدة ساكنة الدوار التي تضررت مساكنها بشكل كبير جراء الزلزال. وتتم هذه العملية بتنسيق وشراكة وثيقين مع مصالح وزارة الداخلية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطات المحلية. ولاقت عملية نصب الخيام التي تلبي أحد الاحتياجات الملحة للساكنة في هذا الظرف العصيب استحسانا كبيرا من قبل المستفيدين الذين هدمت دورهم وأصيبت بتصدعات كبيرة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد عبد الرحمن صابر مسؤول قطب تنمية المشاريع بمؤسسة محمد الخامس للتضامن أن هذا الدوار هو نموذج لجميع المناطق المتضررة بإقليمي الحوز وشيشاوا التي ستشملها هذه العملية المتواصلة بوتيرة متسارعة من أجل مساعدة الأسر المتضررة. وشدد صابر أن السلطات الإقليمية والقوات المسلحة الملكية وقوات الدرك الملكي والوقاية المدنية وجمعيات المجتمع المدني والمحسنين معبأون لتقديم المساعدة للساكنة المتضررة، حيث يتم توزيع المواد الغذائية والأفرشة والأغطية بشكل متواصل من أجل التخفيف من آثار الزلزال على الساكنة المحلية. وفي تصريحات مماثلة، أشاد عدد من ساكنات الدوار تيغنارين بالرعاية الملكية السامية التي مفات أجلالة الملك محمد السادس يحيط بها كافة المواطنين في مختلف الظروف، متمنين الجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف السلطات تنفيذا للتعليمات الملكية السامية من أجل تخفيف معاناتهم وتوفير كل سبل الدعم لهم. وعبروا بشكل خاص عن ارتياحهم للتجاوب السريع لمؤسسة محمد الخامس للتضامن مع مطلب توفير خيام تأويهم وسقيهم تقلبات الطقس في هذه المنطقة الجبلية. نشكركم على حسن المتابعة.